والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. اليوم نستقبل سيادة العام صاحب الجلالة على إقليم تاردنت بقرية تمسون جماعة تفرق تنقية تمالك عاملة تاردنت. المناسبة هي إعطاء الانطلاقة لبناء مدرسة إعدادية ثانوية بنات، مدرسة إعدادية ثانوية خاصة بالفتيات، وهي من الحق بظل فقيها، لأن في هذه السنة وقت الانطلاقة لبناء ظل فقيها فألقت إقبالان وأسهمت في الحد من هذا المدرسة خاصة في صفوف فتيات القرى. لذلك فكرت الجمعية في إنشاء مدرسة إعدادية ثانوية لكي تحتضن هذه المؤسسة الفتاة منذ بداية مشوارها الدراسي إلى أن تتخرج ببكالوريا التعليم العتيق. وبموازاة مع هذه الانطلاقة قام السيد العامل بزيارة مجموعة من الأشغال والأوراش التي أشرفت عليها جمعية المسائل الحميدة. مجموعة من المشاريع التي أنشأتها جمعية المسائل الحميدة في هذه الفترة جاء السيد العامل لتفقدها، على رأسها دار الفقيهة التي نحن في رحابها، وكذلك المركز الصحي المستوى الثاني، كذلك المرافق العامة ولكنها في نفس الوقت تابعة للمؤسسة كالحمام والفرن والمقهى والمتجر وقاعة الرياضة المصغنة وغيرها من المرافق. ونحن لازلنا في النشاط والأعمال لازالت مستمرة إن شاء الله. فاطمة أضراوي حارسة عامة الجناح الداخلي لهذه المؤسسة التي تحمل اسم دار فقيها للتعليم العتيق خاصة بالبنات، اللواتي أتينا من كل أنحاء المغرب، يعني كان من قلمين، تارودات، أكادير، الصويرة، يعني جميع أنحاء المغرب تقريبا، تحت إشراف مؤسسيها سي ناصر بونصر أحد أبناء الحاج إبراهيم أطال الله في عمره. والحمد لله المؤسسة كما ترون توفر جميع الحاجيات للفتاة المتمدرسة من مأكلين ومشربين حتى المبيت، أغطية، أفريشة، يعني كل الظروف التي تساعدها للنهل من هذا العلم حتى تكون نموذجا يحتذى به في هذا المجال الديني. ونشكر زيارة العامل صاحب الجلالة على إقليم تاردنت اللي شرفنا بهذه الزيارة ديالو، مصحوبا بالسيد يزيد الراضي أطال الله في عمره رئيس المجلس العلمي بتاردنت. والشكر موصول للجميع الحضور يعني والأطر، وكنشكركم جزيل الشكر وجزاكم الله على خير الجزاء.